وفي سياق متصل، بحث محافظ أسوان أشرف عطية مع رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف صالح تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة، وشهد الجانبان توقيع عدد من بروتوكولات التعاون في عدد من المجالات سيتم بموجبها توفير 10,000 فرصة عمل لشباب المحافظة. كما قام الجانبان بوضع حجر الأساس لمشروع الدواجن التكاملي في قرية بنبان. النهارده في حجم توقيعات لي ووضع حجر الاساس لعده مشروعات، اهمهم هو مشروع دواجن 100 فدان، مشروع دواجن متكامل ان شاء الله يدي فرص عمل كثيره. احنا بنتكلم عن فرص عمل داخل محافظه اسوان هتتجاوز الاكثر من 10,000 فرصه عمل في خلال الفتره القادمه. بنتكلم على ان حجم الاستثمارات المتفق عليها مع هيئه تنميه الصعيد طبقا للتوجيهات دولة رئيس الوزراء هتكون عظيمة جدا، مشروعات كثيرة. ولكن دي مش أول مرة نقعد مع سيادة اللواء أركان حرب شريف صالح، واتكلمنا أكتر من مرة، وحصل عدة لقاءات وتنسيقات مع مجموعة من المستشارين الخاصين بهيئة تنمية الصعيد، وتم عرض دراسات الجدوى لكافة المشروعات الاستثمارية اللي موجودة داخل محافظة أسوان. لازم نستفيد من وجود مجموعة من المنتجات الخاصة بمحافظة أسوان، سواء فيما يخص الجرانيت والفوسفات وكثيرا من المنتجات الأخرى زي المانجو والتمور. في بعض المشروعات هتتم على أرض الواقع خلال الفترة القادمة. تبحثنا في محاور كثيرة ضمن خطة تنمية جنوب الصعيد، وأهمها هو المحور الاجتماعي، وإحنا هيئة تنمية الصعيد مشتركة مع جميع أجهزة الدولة في تحقيق حياة كريمة لأهالينا في محافظة أسوان وعلى مستوى الصعيد ككل. إن إحنا اتفقنا على إنشاء مجمعات صناعية. المجمعات الصناعية بتوفر فرص عمل لأهالينا في الصعيد وبتحقق له التنمية المستدامة، بالإضافة إن إحنا تبحثنا في مجالات التنمية الزراعية، بالإضافة والقيمة المضافة للمزروعات اللي موجودة في أسوان عن طريق إن إحنا هنعمل قيمة مضافة لزراعات المانجا وزراعات النباتات الطبية.